sí, lo consumimos. وقع هذا الزلزال على المعالم التاريخية داخل مدينة مراكش لم يكن كبيرا، باستثناء بعض التشققات، والحال نفسه بالنسبة لهذه المعلمة التاريخية قصر البديع. الشقوق التي نراها حاليا بالجدران هي شقوق أغلبها تقريبا 99% هي شقوق قديمة وتمت معالجتها، والفضل في ذلك يرجع إلى طبيعة البناء التي منحتها استقرارا وصلابة كبيرين. Il y a eu une commission qui était venue justement juste après le séisme pour constater tous les le niveau de dégâts. Et un travail est déjà entamé par le ministère de la Culture afin justement de faire des analyses, un diagnostic méticuleux pour tous ces bâtiments afin de, dans un premier lieu, voir l'intégrité et la solidité de la structure et pour ensuite entamer justement un travail de restauration. التنسيق دائما كان مع منظمه اليونسكو، هناك كما يعلم الجميع انه اليونسكو توفر على مكتب الرباط، هناك تنسيق وهناك مجموعه من الخبراء الذين يحلون بمتن مراكش، وهناك تنسيق على مستوى بعض المشاريع الكبرى التي تحتاج الى راي منظمه اليونسكو. نحن دائما في يعني نواكب الاشغال مع منظمه اليونسكو، ونبعث تقارير تقريبا لمدى سنتين.